نتحول معكم الآن إلى الأخبار الاقتصادية. الجولة في الأخبار الاقتصادية وفاطمة خليل. لك فاطمة. شكرا يوسف عبدين. شكرا نوى توفيق. وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة استمرار الجهود المبذولة من الهيئة وكافة مؤسسات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. أضاف هيبة أن الهيئة تكثف جهودها في الفترة الحالية لتحفيز عمل الشركات الناشئة العاملة في قطاع تجارة السلع والمواد الغذائية. أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر كانت لديها رؤية استباقية قبل سنوات بالمبادرة لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الحوارية الأولى في افتتاح الجلسات الاستراتيجية بمؤتمر إيجيبس 2023. وأكد الملا أهمية جهود المنتدى في توفير المعاونة لسرعة استغلال وتنمية فرص واكتشافات الغاز في دول الشرق المتوسط. أشاد وزير البترول طارق الملا بالتعاون والتفاهم المستمر مع المفوضية الأوروبية والذي كان من ثمارها مذكرة التفاهم التي انتهت العام الماضي وحققت نتائج متميزة في مجالات التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي بالسوق المحلي ونقل التكنولوجيات. جاء ذلك خلال لقاء مع كادري سامسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي على هامش مشاركتها في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023. واستعرض اجتماع خطط توسع قطاع البترول في البحث والاستكشافات وتنمية موارده من الغاز الطبيعي والتوسع في توصيله للمنازل ومشروعات التقاط الكربون وخفض الميثان. عقد وزير البترول طارق الملا جلسة مباحثات مشتركة مع كل من مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي ووزير الطاقة الإسرائيلي لمراجعة تقدم العمل بشأن مذكرة التفاهم الثلاثية لنقل الغاز إلى أوروبا. شهد الاجتماع استعراض مجموعات العمل المشكلة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم تمهيدا للعرض على الوزراء المعنيين. من جانبها أعربت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سامسون على اعتزاز الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع مصر كشريك موثوق في مجال الطاقة من خلال تعاون طويل المدى. شهد وزير البترول طارق الملا خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023 توقيع عدد من مذكرات التفاهم، كما تم التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك بين قطاع البترول وعدد من كبريات الشركات العالمية للطاقة والتكنولوجيا من بينها جيفرون العالمية وشركة IBM، وكذلك الشراكة مع منتدى الطاقة الدولي ومرصد الطاقة للمتوسط. وللمزيد حول أهم ما جاء في الدورة السادسة من إيجيبس 2023 وما تم عرضه من حلول واستراتيجيات في مجال الطاقة، ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل أحمد الحسيني. نحييكم من مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، حيث تقام فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023. هذا المعرض والمؤتمر الذي يقام في نسخته السادسة هذا العام تحت شعار شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، دعم العرض والطلب العالمي على الطاقة المستدامة. يشارك فيه العديد والكثير من الرؤساء التنفيذيين، بل جميع الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة على مستوى العالم، بالإضافة إلى نخبة من مسؤولي ووزراء الطاقة على مستوى العالم أيضا، بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ومن منظمات دولية وأممية. هذا المؤتمر والمعرض الذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بافتتاحه يوم أمس، وبدأت الفعاليات اليوم على مدار اليوم،
تناقش العديد من القضايا الجديد في مجال الطاقة وكل ما يخص عالم الطاقة سواء من البترول أو الغاز. هناك نحو 65 حلقة نقاشية في هذا المعرض والمؤتمر، بالإضافة إلى 2000 مفاوض و 260 متحدث يشاركون في جلسات وفعاليات هذا المؤتمر الذي يأتي على جدول أعماله الكثير من الفعاليات، منها مناقشة آليات التحول في مجال الطاقة وغيرها من الموضوعات الأكثر أهمية في ظل أزمة عالمية على الطاقة خاصة في أوروبا. إلى جانب هذا يقام أيضا معرض تشارك فيه العديد من الشركات المحلية والعربية والدولية وتعرض هذه الشركات لكل ما هو جديد في مجال الطاقة. تحدثت مع عدد من هذه الشركات سواء المحلية أو العربية أو الدولية والذين أعربوا عن إعجابهم وانبهارهم الشديد بهذا التنظيم، تنظيم معرض مصر إيجيبس 2023، ويستمر هذا المعرض على مدار 3 أيام. نتابعه معكم لحظة بلحظة وننقل لكم كل ما هو جديد فيه وكل ما هو جديد أيضا في مجال الطاقة وعالم البترول. إليكم زملائي في الاستوديو. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط مع تجاهل المستثمرين لتأثير قرار روسيا خفض الإنتاج والتركيز بدلا من ذلك على المخاوف بشأن الطلب على المدى القصير والناجمة عن صيانة المصافي في آسيا والولايات المتحدة. انخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 71% لتصل إلى 85 دولار و 78 سنت للبرميل، كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 69% ليسجل نحو 79 دولار و19 سنت للبرميل. في المقابل صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 25% لتصل إلى $2.87 للتر، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.82% لتسجل نحو $2.44 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع في ختام التعاملات. صعد المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية بنسبة 1.1% مدعوما بمكاسب في قطاعات الطاقة والمستهلكين والعقارات. ارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو بنسبة 2.1%، كما ارتفع المؤشر القطري بنسبة 1.1% مدعوما بمكاسب في قطاعي الصناعة والطاقة. كذلك ارتفع المؤشر الكويتي بنسبة 3.1% والمؤشر البحريني بنسبة 1.1%، بينما انخفض المؤشر العماني بنسبة 2.2%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى ليوسف ونهى لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا جزيلا لك فاطمة.